بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون آمنا بالله وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين يا رب.